ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج القوس ليوم الثلاث 14 يونيو حزيران 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا قوس هتكون في محاصر بافكار كتيرة تعتبر سلبية ليومك ده، فيها عدم الخضوع لاتجاهك اللي انت بتمشي فيه. انت هتبقى في حالة معنوية كويسة في الفترة دي، فما تقلقش، خليك بس دايما مبهج للغاية في الفترة دي. حافظ على كل امالك عالية جدا علشان تعرف تتمكن من انك تحقق النتائج اللي بترضيك واللي انت مستني انك توصل ليها الفترة دي. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة لازم تبقى اقل نشاط في يومك ده، كل ده بيؤدي انك تستغرق كتير من الوقت في يومك علشان تكمل من خلاله كل مهماتك بشكل مثالي. ركز بشكل افضل النهاردة علشان تعرف تتقدم في يومك ده بشكل كويس وبشكل مثالي جدا ليك. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا قوس، في تواصل حلو جدا ما بينكم، هيبقى في ترابط حلو جدا والمفهوم اللي بيعمل عليه هيبقى بشكل افضل من العلاقات كلها. هتتبع النظرية دي دايما عشان تشعر بمستويات اعلى من الحب واعلى من العلاقة اللي بتبقى معززة جدا ليكم انتوا الاتنين. بالنسبة ليك ماليا النهاردة يا قوس، هتكون مكاسبك المالية معتدلة في اليوم ده، ولا كتيرة ولا قليلة. انت بحاجة انك تعرف ازاي تتعامل مع كل اموالك بشكل كويس جدا علشان تعرف تستخدم اموالك اللي بتبقى عندك بحكمة اكتر، افضل من اي وقت كانت عليه قبل كده. بالنسبة ليك النهاردة يا قوس صحيا، هتميل انك تخطط بشكل قليل جدا بشأن المشاكل التافهة اللي بتبقى بتواجهك في يومك ده، بس ما تخليهاش تأثر عليك ولا تأثر على صحتك النهاردة. حافظ على عقلك، يبقى خالي من كل انواع السلبية اللي ممكن تبقى بتسيطر عليه بشكل كبير وبتأثر عليك مستقبليا يعني.